اهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا مكملين في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفج. كيف جلستي؟ كويس. تقدر لانه ترى تهتمون انتم بالشكليات. واحد ليه ما لبست الساعه باليمين؟ ليه ما تنزل ثوبك؟ ليه ما تلبس؟ يا اخي اهتموا بالفكر، اهتموا بما هو مطروح، لا تهتمون بالشكل. الاثنين احنا نهتم في الاثنين. طيب ابشر، بس ما قلت لك لا تقعد كذا يا ابو سعد. عشان العلماء؟ عشان العلماء والله. ما عليك، احنا عشان نبغى نقرب. اليوم واحد في تويتر ترى والله قال لك لا تقعد كذا، بس انا لو اسمع كل اللي يقول في تويتر خلي على الله فس. كان ما اشتغل. نروح للخبر الرابع من الوطن. نزاهه تشكو انتقادات الراي العام. نتابع. طالبت هيئة مكافحة الفساد نزاهة بتخصيص دوائر قضائية للنظر وسرعة البت في قضايا الفساد، مؤكدة أن تأخير إجراءات التحقيق والمحاكمة وضع الهيئة أمام انتقادات الرأي العام وضغوط وسائل الإعلام التي تطالب بالتشهير بالفاسدين بعد التثبت من جرائمهم. وفقا لتقارير اطلعت عليها الوطن، أشارت الهيئة إلى أن تأخير إنجاز القضايا يؤدي إلى تذمر المواطنين وتداول إشاعات في المجتمع ومواقع التواصل بعدم الجدية في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. لا لا مساعد، لا شوف لازم نكون منصفين. انا بالنسبه لي الان لا لا اعرف ضحكتك، عارف انا عندي تجاوزت حاجز اللغه للضحكات افسرها. عندي قاموس عن تفسير الضحكات الضحكات العشر. شوف انا الان والله متعاطف مع نزاهه فعلا، يعني ذكروني يا ابو سعد تعرف العضلات المربوطه لما يكون واحد عنده عضلات محطوط في قفص، عضلات قوي جدا لكن محطوط في قفص ما يقدر يتحرك. الان هم ترى هنا يعني نزاهه فعلا يعني قاعدين يقولون حنا ايش نسوي؟ الراي العام شاد علينا، علي وجماعته في اهلا شادين علينا للنهار، ونقبض على الناس ولا في محاكمات ولا شيء، ايش نسوي؟ طبعا الان انت ترجع لتعريف نزاهه، هل هي جهه ضبط؟ هل هي جهه تحري؟ هل هي جهه تنفيذ؟ يقول لك التشهير. طبعا هم في الخبر قالوا ما نقدر نشهر. اوكي مسكوا العرفج وعلي على انهم باعوا ميزانيه على الدوله بمليونين وهي ما تسوى الا 200 ريال مثلا. لا مسكور انا وانت ما يقدر يشهر رغم انه ماسك الادله عليك. ليش؟ التشهير لا يجي الا بعد حكم قضائي، عشان تروح للقضاء تتعطل المعامله والقضاء يا يدي فكي حلقه. القضاء اصلا بلشان باللي عنده من القضايا، بلشان من اللي عنده بالقضايا. انا فعلا ارى انه الحل السليم انه يكون في اليه وجهه قضائيه خاصه بالفساد وتطلع بسرعه ما تتأخر، أساس الناس ترى الموضوع يبرد يا أبو سعد. لما أنت تمسك مثلا واحد مرتشي أو مزور حديث المجالس، بعد سنتين ثلاث تموت القضية الناس نسيوها، لكن عشان يكون العقاب مؤلم لازم يكون في وقته سريعا. أيضا أنا أتمنى أنه أنت يعني تساعدنا في هالأمر، وأيضا هم يعني الأجهزة المعنية في الدولة يفكرون كيف أنه نزاهة هذه تظهر. كلنا استبشرنا فيها خير، وأنا ما ألوم أنه اللي فيها جيدين، لكن أيضا ما عندهم أي سلطة، ما عندهم. يعني انت تصور انت مدير هنا لكن ما عندك اي، ما تقدر ولا تقول العرفج يلبس جزمه، ما تقدر تقوله. هذه مشكله. هذا الخطاب يبين على انهم في حاله استسلام وفي حاله ايضا بكاء، انه ماذا نعمل؟ احنا عضلاتنا مقيده. ايش رايك؟ والله يا اخي انا اشك في موضوع العضلات حتى، بس عاد انت اخبر انت. لا 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 العفو، لا اتكلم، ترى انا تعرف ديمقراطي، خذ راحتك، ماني زيك اقمع، خذ راحتك تكلم ولو انك حاط رجل على رجل تكلم. لا يعني يعني نزاهه يعني كول وشكور على قول. كول ايش؟ كول وشكور. هذا مثل تركي ذا ولا لبناني؟ لبناني. كول وشكور يعني.